احنا هنعمل نظريه الاظرف الخمسه بتاعت اللي قالها لنا دكتور رأفت دلوقتي حالا حالا. احنا البنود الانفاق، انا هقول لحضراتكم الاحصائيات بتقول ايه عشان برضو تقولوا لنا نعمل ايه في الاظرف الخمسه، لانه غالبا احنا محتاجين 7 اظرف او محتاجين حاجه تحل لنا الازمه. اوكي، صح جدا الكلام اللي قاله دكتور رأفت انه الاكل والشرب، ميزانيه المصريين بحسب احصائيات 2020 بتقول انه 43% من ميزانيتنا للاكل والشرب. ده رقم انا اتخضيت منه، 43.9. السكن والميه والكهرباء 13%، الملابس والاغطيه نقول 8%، 7.9. النقل والمواصلات 5%، التعليم 4%، الاجهزه المنزليه 4%، خدمات وهكذا. انا بس عايز اخد الحاجات الكبيره واروح لاستاذه سهيله اقول لها اولا تعليقك على الكلام ده. شايفه ان الارقام دي دقيقه؟ يعني احنا فعلا بنصرف 43% على الاكثر اكتر بل اكثر حسب كمان مستوى الدخل. لو مستوى دخل الفرد مستوى منخفض شويه هيبقى تقريبا من 80-90% بيروح على الاكل والشرب بس. يعني اللي مستوى دخله منخفض بيصرف اكتر على الاكل والشرب. بالظبط كده حضرتك، كلما تدنى مستوى الدخل كلما كان الانفاق على المأكل والمشرب بشكل اعلى من مستوى دخله مرتفع. ليه؟ لان مستوى دخله مرتفع هو خصص الجزء اللي عايزه للمأكل والمشرب على قد امكانياته. زادت النسبه تقصد؟ زادت النسبه. مش زادت زادت النسبه طبعا، لكن مش زادت الانفاق. لكن برضو سلوك الشخص اللي دخله منخفض بيكون سلوك بشكل يعني بيكون في نزعه استهلاكيه ناحيه الجزء ده اكتر من الشخص اللي دخله المرتفع، لان الشخص اللي دخله مرتفع بيفكر في رفاهيه. انا فاكره، بصي انت صدمتيني، عارفه ليه؟ يعني انا طبعا متوقعه حاجه شبه كده، بس انا تخيلت انك هتقولي لي اللي دخله منخفض اكتر بيصرف على الايجار والكهرباء والميه ويخلص فلوسه على كده، يعني بيبقى دخله مصاريفه قليله قوي على الاكل. بس انت صدمتيني دلوقتي. لا حضرتك هتلاقي سلوكه ناحيه الاكل اكتر برغم ان هو دخله منخفض. ده ممكن يفسر، ومع احترامي الشديد، زحمه المحلات بتاعه الاكل، وبنشوف ناس من اسر متوسطه جدا. يعني انا بحس انه الرقم اللي هنصرفه في المحل ده معقول ممكن نعمل بيه حاجه تانية.